Alba! والنواه والنديم واش ما سميتيش ريحة الجاوي؟ الجاوي؟ علاش كتضحك؟ والو غير مروح زعما زعما اللي مروح ما كنشمش؟ العجب اللي هو العجب اللي هو هو العجب اللي هو هو هو
هاد اللعبة راه لعب الدراري. لعب الدراري؟ أييه لعب الدراري. شحال نتا خوان؟ علاش ما تبغيش تعاوني علاش؟ شوف الدار كيفاش ولات. الغابة مع السيارة، الدول والبقر والرجيلة والفيران. واش غير تنهز من هنا؟ حط هاد، هاد كاين شي حاجة في هاد الدار. اللهم لا العنس ولا العنا. حط الطفاية بلاصتها. الطفاية حطها بلاصتها. الطفاية خصها فوق الكرسي يا السي. كل حاجة في هاد الدار خاصها تكون فين بغيت. أين تكون؟ الطفاية فوق الطابلة. الطابلة. كلشي خاصك توالف ومنشي ونعيش الفوضى. اش يحصل؟ اسمع، النظام هو النظام، كل حاجه خاصها تكون فين لازم تكون. واش كتبغي مني انت؟ ومالي بنتك كتسلى؟ الا كتبغي بالصح والصح بالصح. مزيان هرجلي هايدي واش خبابك وها تاخذ الانفاس ديالك مزيان. يا سلام كالعيا نقول لكم الجيتار حطوها لك بواسطه ماكم ما كتسمعوش سركم دوزو من الليل حمار تفو تفو عليك تفو عليكم بجوج إذا فتي فيه أي شفا مولاي عيد من كلامك شوف الطعام لازم تطلع الحروف شوف الحلو شوف الأركان زبالة نعسوا فيها بحال حيوم أختفو أختفو عليك أختفو عليك بجوج كل يوم كنقول لابد نعطيو لهاد الدار وجه جديد كل يوم كدير ما درتي البارح كتقدر غرقة في الزبل والكلام وما كاين ما يدار وما كاين ما يدار إلا الدار مثل الدار مهجور تبقى عندها الدار واقف ومن الخارج واقف ومن الداخل منخور إمتى تعالج شمس القمر ويرجع بالعمال لوطان وتصير الناس مبشورة ما كاين ما يدار وما كاين ما يدار
هاد الكلام عنده معنى واحد. شنو هو هذا المعنى؟ تدوين. تخيلكم تسحبني اخبار سير اخبار ما قلتش غادي لا رفيق واش ما كانش عارف تقول شويه حسنا فريق راه غير على سبه زعما بغيت تقول بارك صافي صافي يا دي حاجه وهو كل غير وهو كل غير سبات البارح صافي خيركم سهم والخبر سير خبر خليها تخبر خليهم يركبوا عصاتهم ويجيو ارسموا طريقهم تمام طريق الجنة وطريق جهنم مشي سير كوليرا عمرك عمرك تبدي باغي وما باغيش تكون ولا ما تكونش وكتظن بلي هذا هو المكتب عليك وهيدا خير كتضيع وقتك بلا ما تعرف بلا ما تعرف شكون انت ولا اش باغي ولا شنو غادي دير هذا الوقت جاي نتحاسب مع الدور الريح حملوا الريح اسمها
في المعجم، والمعجم كاين في المكتبة، والمكتبة خاصها صاحب، والصاحب خاصه الفلوس، والفلوس يجيب الله. سيد القاضي، إن هذا المتهم بفعلته لقد خرق القانون وخرق العدالة. وانت كتعرف سعد القاضي أن الدنيا بلا عدالة بحال عيد كبير بلا حوالة. سيد القاضي، ما هي العدالة؟ العدالة؟ ما هي؟ العدالة ترى هي العدالة وخلاص. هي العدالة، هي العدالة. وهذا المتهم من يقتل موباه فإنه قتل العدالة، قتل العدالة وبهبلها. قتلت با حيت كان حابسني بين ربعة الحيوط، وكل حي كل حي محوطه حي، وكل باب داير ليها سيروت، ومن لحيت لهيه كنسمع اصوات وبكاء والزعيق. ما شفت ما تشوت، لا شمس سرقت ولا هو غسلني. ما مسيت ورد، ما حسيت برد، ما لمسني موج، ما لمسني واد. حيت خرجني من المدرسة، ومن خرجتي من المدرسة شكون اللي طلق عليك القرطاسة؟ شكون قتل شكون؟ علاش ما بغيتوش تنساو؟ علاش؟ كان يوم كحل، كان يوم كحل، ومن بعد كان خاصني ما خاص الناس. شمعة، كان خصني شمعة مضوية وقلم نرسم بيه طريقي مقادة ومفتوحة. علاش ما بغيتوش تنساو؟ علاش؟ كان يوم كحل، انت شديتي الباب. وانا خنت الساروت، شافتني امي، شافتني امي وجرت ورايا وزلقات، زلقات سبعة درجات وهي حاملة، غامت السما في عينيها وهي حاملة، ويا حملة موز يقطع السرة وشوك يذبح الوالدة. علاش؟ علاش ما بغيتوش تنساو؟ علاش؟ سالت وديان من دم، سالت وديان من دم، وسال عرقي من تحت مني. علاش ما بغيتوش تنساو؟ علاش؟ ربيتو فيا الخوف من الناس، ربيتو فيا الخوف من البوليس، ربيتو فيا الخوف من عذاب الدنيا والآخرة. كبرت مغطي بفضيحة،
كبرت مغطي بفضيحة من فضيحة لفضيحة. علاش ما بغيتوش تنساو؟ علاش فينا ربا؟ فينا ربا؟ بغيتي تقول با ولا بابا؟ علاش ما شحال بيهم؟ ياك راه كاين انا وليك با امي كانوا هنا ودخلت العين في العين والكلام جرى في الكلام. فين دافو؟ فين مشاو؟ رجعوا لنا قبر قبر. والقرآن والفقيه وريحة الجاوي وريحة البخور وانتوما واختي واختي اللي سالت من تحت امي. مليون مليون دكاكة وتسوي في وجه بالنكودية. والراس بالرجلين مليون مليون لا راس ولا رجلين رجلين. انا مساء الخير مساء الفل مساء الصباح. شكرا كريم شكرا صوت ايضا شكرا ايضا للوصول وطول الاسر على هذا المنتقى. هذا المنتقى الله يعلم اضافه ثقافيه فنيه يعني. شكرا مره اخرى. شكرا للوصول ايضا للرجل ديال الدوله الصحفيه علي هو السوسي محمد. شكرا مره اخرى. شكرا ايضا للسي حمي اللي صار معنا تفسير الوضع على المستوى ديال الامراء. قدم لكم نادي الصداقه مع سكرتير الدرشه الرشيدي عرض مسرحي تحت عنوان الريح وهو عن روايه ليلى مستعرقه هذا درامكوش لكن الشرف والكاتب المغربي الزيتوني مصطفى حامد. قام بتشخيص هذه المسرحيه الممثل الوالع وبهذه المناسبة نشكرو كنظن دابا على أرض الحسابية التجارب. شكرا مرة أخرى عبد الصمد ديوس. فعبد الصمد ديوس هو عوض واحد الممثل اللي بهذه المناسبة كنوجه له الشكر ديالو نظرا للظروف الخاصة ديالو دور العمل وأكيد دور العمل كتسبق المجال الفني. شكرا خمسة إلى اليوم. كان معكم أيضا في تشخيص هذه المسرحية الممثل محمد برياس. ودائما كنقول القنبلة الموقوتة لمدينة العرائش مستقبلا إن شاء الله في مجال التمثيل إنه الشاب ياسين خوار. كان معنا في المؤثرات الصوتية الأستاذ مراد العوال. والإمارة المناضل شي مناضل الأستاذ محمد الطالح. شكرا أيضا للوصول إخوان جمعية الصداقة اللي كانوا كيصوروا على الأعمال وعلى راسو السي خالد العلواوي عبد الواحد والاخوان والطاقم ديال جمعيه الصداقه شكرا لكم.
كنطلبوا من الاستاذ عبد الهادي الزهري. مطلوب من الاستاذ محمد الاطراري. كنطلبوا من الاستاذ عبد الهادي الزهري ايضا من تتبع عرض العروض ورئيس جمعية الصدقة التحق بمتاول المنصة. وباسم السيد المدير الاقليمي لقطاع الشباب والرياضة كنوجه دعوة لوسائل الإعلام لوجبة العشاء اللي غادي تقام مركز حماية الطفولة، أيضا لرؤساء